هنا عندي سؤال اعمل سيمبليفيكيشن لمعادله ومعادله تانية باستخدام البوليان الجبر. فانا عندي المعادله الاولانيه اهي، هنفك المعادله ال a b هنكتبها عادي بلس اضرب ال a في الاتنين اللي جوه يبقى a في b زائد a في c زائد اضرب ال b في اللي جوه ادي ال b في b زائد ال b في c، يبقى انت ضربت عادي خالص زي ما بتعمل في الديسيمال او في الماف عادي. طيب احنا لازم نبقى عارفين برضو ان البلس هنا معناها اور، وان الدوت هنا او لو حاجتين جنب بعض مضروبين معناها اند. طيب يبقى احنا بالكونسبت يعني او بالمفهوم العادي هنلاقي ده اور نفسه، يبقى اكيد هو هو، هتبقى الاجابه اكيد اي بي زي ما هي عادي بالمنطق، يعني واحد اور واحد اكيد بواحد، زيرو اور زيرو اكيد بزيرو. طيب هنلاقي عندي هنا بي اند بي، طبعا احنا عارفين برضو لو زيرو اند زيرو بزيرو، 1 اند 1 ب 1 يبقى هتبقى نفس الحاجه، يبقى تقدر تكتب بي وايه نزل هنا عادي ادي زائد اي سي، نزل هنا عادي زائد بي سي. طيب هنشوف ازاي نقدر نعمل سمبليفيكيشن تاني. ممكن اخد البي هنا كومن فاكتور فتبقى البي 1 زائد سي. طيب ممكن برضو هنا اخد الاي كومن فاكتور بي زائد سي. طيب هنا عندي 1 اور سي، 1 اور 0 اكيد بواحد، 1 اور 1 بواحد، يبقى اكيد الاجابه هنا تطلع بواحد، يبقى ممكن تشيله ويبقى هنا بي زائد كده. انا ما اقدرش احل دي مع دي فارجع افك دي عادي زي اللي فوق، فاكتب اي بي زائد اي سي عادي، يبقى دي ما كانش ليها لازمه. طيب هنا الشكل ده ممكن اخد البي هنا كومن فاكتور بس ارتبها الاول، فاخليها بي زائد اي بي زائد اي سي، وارجع اخد البي كومن فاكتور يبقى البي 1 زائد اي زائد اي سي. قلنا الواحد اور اي، واحد اور زيرو بواحد، واحد اور واحد بواحد، يبقى اكيد الاجابه بواحد. هنحط واحد زائد واحد في بي اكيد ببي زائد اي سي، يبقى الاجابه بتاعت السؤال الاولاني هتبقى بي بلس اي سي. ده السؤال الاولاني عملنا له سمبليفيكيشن باستخدام البولين الجبرا. هنجرب نحل السؤال الثاني، نكتب المعادلة أو هنفكها، هنلاقي هنا عندنا طيب هنضرب السي في كل اللي جوه، فهلاقي عندنا الإف بتساوي A B بار هضرب في سي وأدي سي زائد B D زي ما هو، وأضرب يبقى أنا ضربت السي هنا أضرب السي في دول زائد A بار B C. ارجع افك الجزء ده يبقى ايكوال a b بار c c زائد a b بار c b d زائد a بار b c. احاول ارتب الجزء ده عشان يبقى اسهل لي وانا بحل، الاقي a b بار c c زائد a b بار b c d زائد A بار B C. طيب هلاقي عندي هنا C and C زي ما احنا قلنا 1 and 1 ب 1 0 and 0 ب 0، يبقى اقدر اشيل اي C فيهم، فاقدر اكتب هنا ال F هتساوي واكتب C واحدة ادي A B بار C زائد هلاقي هنا B and B بار، لو دي ب 0 اكيد دي ب 1، لو دي ب 1 اكيد دي ب 0، 0 and 1 ب 0، واحد اند زيرو بزيرو، يبقى دي اكيد كلها بزيرو، يبقى تقدر تشيلها واكتب دي زي ما هي، يبقى A بار B C. هلاقي عندي ال A بتتغير، ال B بتتغير، ال C هي اللي ثابتة، اخد ال C كومن فاكتور هيبقى ال F بتساوي C كومن فاكتور B بار A زائد B A بار، ده اقصى سمبليفيكيشن اقدر اعمله للمعادله دي. يبقى انا كده عملت سمبليفيكيشن للمعادله الاولى وعملت سمبليفيكيشن للمعادله الثانيه باستخدام البوليان الجبره.